بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو رابع مجالسنا في الحديث عن مقاصد الصيام في هذه الدورة العلمية الثالثة المنعقدة بالمسجد الحرام. تقدم أيها الكرام في المجالس الثلاثة الأولى الحديث أولا عن مقدمات ممهدات، ثم انتقلنا إلى الحديث في المجلسين السابقين عن المقصد الأكبر للصيام، وهو أعظم المقاصد فيه وأجلها، وهو تحقيق التقوى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم تكلمنا في المجلسين الأخيرين عن هذا المقصد التقوى في ذكر حقيقتها، ثمراتها، الوقوف عليها، تعلق العبادات الشرعية بها، وأخيرا كان الحديث عن سبل تحقيق التقوى بالصيام والتحذير من المفسدات المناقضات لتحقيق التقوى بالصيام في الإسلام. نستأنف اليوم بعون الله تعالى حديثنا عن المقاصد الأخرى والتي اتفقنا على أنها ستكون تبعا للمقصد الأكبر، ربما كانت مندرجة فيه، وربما كانت سبيلا إليه، وربما كانت جزئية بإزاء ذلك المقصد الأكبر وهو التقوى. لعلنا نأخذ في جلسة الليلة مقصدا أو اثنين لنكمل غدا إن شاء الله تعالى. المقصد الثاني من مقاصد الصيام بعد مقصد تحقيق التقوى هو مقصد تزكية النفس، والمقصود بتزكية النفس هو العناية بعبادات القلوب وسمو النفوس وتطهيرها من كل ما يدنسها. تزكية النفوس أيها الإخوة الكرام أمر عظيم جعله الله تعالى شطر بعثة الرسل عليهم السلام. خليل الله إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة في أول أمر هذا البيت العتيق في سورة البقرة، وانتهى من بناء البيت هو وابنه إسماعيل عليه السلام، قال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا رفع الخليل عليه السلام دعواته إلى رب السماء مناديا بمنة من الله عز وجل على البشرية تنعم بها ببناء هذا البيت العتيق، فماذا قال؟ قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لما دعا إبراهيم عليه السلام بنبي يبعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة بعد بناء هذا البيت العتيق، اختص عليه السلام في هذه الدعوة أن تكون وظيفة هذا النبي تعليم الكتاب والحكمة وتزكية البشرية. أجاب الله دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، فكان سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو المخصوص بهذه الدعوة، وهو النبي المبعوث آخر الزمان. امتن الله عز وجل على الأمة ببعثة هذا النبي الكريم. لما جاءت ذكر هذه المنة في القرآن في سورة آل عمران وفي سورة الجمعة تلحظ شيئا لطيفا، قال الله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقدم التزكية على التعليم، مع أن الواو لا تقتضي ترتيبا على الصحيح من أقوال أهل العلم، فتقدم شيء على شيء لا يقتضي ترتيبه، لكن ترتيب الذكر وتقديم شيء على آخر له دلالة ولا بد، وإن لم تكن ترتيبا لكن تقديم الذكر فيه شرف وفيه أولوية وأفضلية لا يمكن تجاوزها. المقصود يا أحبة، لاحظ أن رسالة الرسل عليهم السلام إلى الأمم تتركز في شيئين: تعليم البشرية الكتاب والحكمة الوحي النازل من السماء،
تعليمهم دين الله الحلال والحرام، الصراط المستقيم، طريق الجنة وطريق النار، هذا كله تعليم. النصف الثاني من رسالات الرسل ما هو؟ ويزكيهم. ما التزكية؟ التزكية هي علاجهم لقلوب البشر حتى تكون صالحة لقبول دعوة الرسل، وإلا فستبقى القلوب البشرية جافة، صادة، متحجرة، معرضة، مستكبرة، عامية عن قبول الحق، مغلفة. فتأتي التزكية فتزيل تلك الحجب وتلين القلوب وتهيئها، تحرث أرضها لتكون صالحة لتلقي الوحي الذي يأتي من السماء. إذن دعوة الرسل عليهم السلام شيئان كبيران، تعليم وتزكية. وامتن الله عز وجل علينا ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. في سورة الجمعة كذلك، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المقصود أن التزكية شأن كبير في الإسلام، أن تعتني بتزكية القلب هذا غرض عظيم. ينبيك عن هذا أيضا أن الله عز وجل أقسم في كتابه الكريم على أشياء كثيرة، وربك إذا أقسم على شيء يدل على عظمته. أقسم سبحانه وتعالى على تزكية النفوس في القرآن أعظم قسم ما تكرر مثله في كتاب الله، 11 قسما متتاليا متتابعا في مطلع سورة الشمس. أقسم الله سبحانه على هذه القضية الكبرى فقال سبحانه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. هذه كم قسم؟ 11 قسما. فألهمها فجورها وتقواها، جاءك المقسم عليه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفوس يا أحبة فلاح، وتدسيتها وتنديسها وتنكيسها خيبة، وقد خاب من دساها. إذن لا نتكلم عن مرتبة كمال في الحياة البشرية، ولا نتكلم عن علو درجات في الجنة فقط، لا، نتكلم عن نجاة أو خسارة، عن فلاح أو خيبة، متعلقة بقضية العناية بتزكية النفوس. إذن هل فهمت ماذا نقصد لما نقول إن الصيام أحد مقاصده الشرعية هي وصولنا إلى تزكية النفوس؟ إذ نتكلم عن قضية عظيمة، نتكلم عن أمر بعث الله عز وجل له الرسل أن يزكوا نفوس العباد، فيأتي الصوم فإذا هو الدواء، إذا هو العلاج، إذا هو الطريق، المسلك الذي يعيننا على تزكية نفوسنا. إذن تزكية نفوسنا هي أيضا التي قال الله تعالى عنها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكية النفوس هي أن تكون القلوب طاهرة، أن تكون سليمة، أن تكون قابلة للهدى، للنور، للعلم، للوحي الذي جاء به الرسل وأنزله الله تعالى من عنده. هذه التزكية معناها سلامة القلب، صدق الإيمان، طهارة القلب من الأمراض والأوباء التي تفتك به وتعصف بصفاء إيمانه وعقيدته. قل مثل ذلك في الرياء، في الشرك، في البدعة، قل مثل ذلك في أهواء النفوس وأدوائها، قل مثل ذلك في الحسد، في الكبر، في العجب، قل مثل ذلك في كل مرض يحرف القلب ويحرق إيمانه. تزكية النفوس علاج ذلك كله يا كرام. تزكية النفوس تجدها في عبادات في الإسلام، منها الصيام، منها الحج، منها الصلاة. تزكية النفوس تأتي أيضا حتى في زكاة الأموال. تزكية النفس تجدها في قراءة القرآن وتدبره. تزكية النفوس تجدونها في قيام الليل. تزكية النفوس في كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله. جملة من العبادات في الإسلام تحقق للعباد تزكية النفوس. يأتي الصوم على رأس هذه العبادات التي تعين المسلم الصائم على تزكية نفسه. إذن نحن نقول تزكية النفوس مقصد شرعي كبير شرعت له العبادات،
تزكية النفوس أمر بعث الله تعالى له الأنبياء والرسل عليهم السلام من أجل أن تسعى البشرية إلى سمو إيمانها، إلى تزكية نفوسها، إلى طهارة أرواحها وقلوبها. يأتي الصوم فيحقق هذا المعنى، معنى تزكية النفوس، فأصبح هذا مقصدا من مقاصد الصيام في الإسلام، تزكية النفوس. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: مقصود الصوم الخواء وكسر الهوى لتقوى النفس على التقوى. يقول إن من مقاصد الصوم أن تخلو الأجواف، فإذا خلت الأجواف انكسر الهوى فتتقوى النفوس على التقوى. إذن ها هنا جسر وثيق يربط بين مقصد اليوم ومقصد الأمس، بين تزكية النفوس والتقوى. التقوى لا يصل إليها إلا من زكى نفسه، وبالعكس ستقول من زكى نفسه ارتقى إلى التقوى، ولا بد. تزكية النفوس مطلب شريف، ومن اعتنى بتزكية نفسه وجد خيرا عظيما، وجد إقبالا كبيرا على ما يبيح الله عز وجل لعباده وما يتيح لهم من الخيرات والهبات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. إيش يقصد بالقوى الباطنة؟ يداخل النفس القلب، قوة القلب على الطاعة، على صدق الإيمان. يقول: للصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات. هو صريح في أن يقول إن الصوم يعالج ما تفسده الشهوات. السؤال: ما الذي تفعله الشهوات في قلوبنا معشر العباد؟ الشهوات ماذا تفعل في القلوب؟ تفسدها، تظلمها، تطفئ نورها، تبعدها عن الله، تزيد من ظلمتها. الصوم يعالج ذلك، الصوم دواؤه، الصوم غسيل للقلب. كيف؟ من جملة أمور ألخصها في أربعة قضايا يظهر فيها أثر الصوم في تحقيق تزكية النفوس. أولاً، الصوم يخلو به الجوف، لأنك تجوع وتعطش فتفرغ البطن، فإذا فرغت البطن سمت الروح. تذكرون قضية مرت بنا قبل يومين، الحديث عن خلق الإنسان من طين ومن روح، البدن والروح، البدن خلقة الطين والروح النفخة الإلهية، ويسمو المرء بالنفخة الإلهية. فإذا تخفف الإنسان من مادة الطين مما يأكل ويشرب سمت روحه وعلت، فإذا التصق بالأرض وأكثر من اتصاله بها خبت روحه ودنت. فيأتي الصوم فيبعث في النفس هذا المعنى الكبير. إذن خلو الجوف يجعل الروح تسمو إلى أعلى، الصوم يحقق ذلك. جرب أنك بصومك تجد في نفسك خفة، وتجد في القلب إقبالا أيسر على تحمل ما لم يتحمله البدن حال الشبع والأكل والشرب. هذا مجرب يا كرام. بل إن بعض الأديان الباطلة في غير الإسلام وبعض مسالك الأهواء المنتسبة إلى الإسلام، لما تحاول أن تجعل بعض الأنماط والوسائل التي يسمو بها المرء بروحه، يعملون على سياسة تجويع البدن، فيفرضون برامج فيها قلة الطعام والشراب والحمية عن المآكل والمشارب، يشعر بها أتباعها أن عندهم شيئا من خفة الأرواح. مسالك الرهبنة الموجودة في بعض الأديان المحرفة تعمل على ذلك، إذ هم يعلمون أن الصوم له تأثير على خفة الأرواح، على سموها، على رقيها، فيعملون ذلك ويقررونه ويجعلونه مسلكا ومنهجا لأتباعهم. في ديننا معشر المسلمين نحن في غنى عن تلك الرهبانية التي ابتدعوها. نحن بالصيام نجد في ديننا هذا المعنى العظيم الذي لا يحتاج إلى رياضة أرواح
ولا إلى سياسة لتخفيف البدن وحرمانه من الطعام، لكنه صيام شرعي مؤقت له أحكامه التي تعالج في البدن في النفس الإنسانية هذا المعنى. ثانيا، في تزكية في الصوم إضعاف للشهوة. تذكرون جميعا وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي وجهها إلى الشباب في معالجة الشهوات، فماذا قال؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فالقادر على النكاح يتزوج. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا الصوم؟ قال فإنه له وجاء. الوجاء هو إزالة منبع الشهوة في البدن، وهي ما تكون في الحيوانات بقطع الخصيتين حتى لا يكون هناك شيء يبعث على الشهوة أصلا. فالصوم قاطع للشهوة مزيل لها. إذن الصوم في أحد معاني إيصاله إلى تزكية النفوس هو أنه يضعف الشهوة التي فطر الإنسان عليها. خلقة بني آدم على تركيب الشهوة فيه، فإذا أضعف ابن آدم بطنه من الطعام والشراب ضعفت فيه الشهوة، فإذا ضعفت الشهوة سمت النفس، لأن أعظم ما يتنكس به الإنسان في مستنقع البهيمية ورذيلة الفواحش والآثام هو الانسياق خلف الشهوات المحرمة الآثمة. فإذا عالجت باب الشهوة وأغلقته وجدت في روحك سموا وتقوى، وتعمل على تزكيتها بهذا الباب. ثالثا، نجد أيضا في الصيام تضييقا لمجاري الشيطان. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع زوجه صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وهو في المسجد، وأتت تزوره في معتكفه، فقام معها يقلبها إلى بيتها، يعني يوصلها، والليل مظلم والمسجد لم تكن فيه مصابيح، فإذا برجلين من الأنصار أبصر رسول الله عليه الصلاة والسلام وبجوارهم رأى لا يعرفون من هي، فلما رأياه أسرع في المشي احتراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لهما على رسلكما إنها صفية، يعني لا يكن للشيطان مدخل عليكما بسوء الظن أو التهمة. فقال الرجلان سبحان الله يا رسول الله، يعني أيقع فينا شك؟ فقال قد علمت، ولكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن يجري الشيطان في داخلي وداخلك في مجرى الدم، إذن هو يتسلل عبر العروق والأوردة ويدخل في أجزاء أجسادنا يجري فيها. فإذا جرى الشيطان في عروق أحدنا أصبح يؤزه نحو الحرام ويدفعه للمعاصي ويرمي به في حفر الخطايا والذنوب، هكذا هو. فلا تتصور أنك يمكن أن تدخل مكانا تغلق بابك وتستطيع أن تنجو من شيطانك وتقول ابتعدت عنه، لا، هو يسري في دمك، ولذلك يوسوس ويلقي بالخطرات ويزين المعاصي والآثام. ما السبيل؟ لن تستطيع أن تبتعد عنه ولا أن تحتجب، لكن ثمة طريق، أليس يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ إذن ضيق عليه هذا المجرى. كيف؟ بالصيام. فأنت بالصيام تضعف مجرى الشيطان في الدم، فإذا ضعف مجرى الشيطان منك ضعف حظه منك، وإذا ضعف حظ الشيطان من ابن آدم وجد تزكية قلبه وسمو نفسه وروحه. هذا الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم جاء فيه زيادة لا تصح، ترويها كثير من الألسنة، فضيقوا مجاريه بالصوم. الزيادة هذه باطلة، إنما الجملة الصحيحة النبوية إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لكن المعنى صحيح أن الجوع يضيق مجاري الشيطان. ولذلك ترى الصائم ضعيف التفكير في الشهوة، ضعيف الهمة فيها، لأن البدن ضعف. ولذلك إنما يبطر ابن آدم إذا استرسل في الطعام والشراب، فإذا طغى ابن آدم واستغنى ووجد المتعة واستغرق فيها زاد طغيانه في العصيان والآثام، فيأتي الصوم فيعالج فيه ذلك المعنى. إذن هذه ثلاثة أمور: خلاء الجوف هو سمو للروح، في الصوم إضعاف للشهوة وبه تحصل تزكية النفوس،
في الصوم تضييق لمجاري الشيطان وبه يتحرر من أثره عليه فتسمو روحه. رابعا تهيئة النفس البشرية في رمضان لتحقيق تزكية النفوس. انتبه معي، قلنا الصوم يبعد عنك الشيطان ويضعف مجراه في ابن آدم ويساعد على سمو الروح ويكسر حدة الشهوة، كل هذا مجموعا يأتي في ظل تهيئة مناسبة تساعد على سمو الروح وتزكية النفوس. تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين. إيش تشعر من هذا المعنى؟ تهيئة للأجواء في رمضان يا أخي، كل الكون من حولك يساعدك على سمو روحك. في رمضان تفتح أبواب الجنان وكأنها تقول لك: هلم أيها المسلم الصائم، ابحث عن مقعدك في الجنة، فتشعر برغبة في الانطلاق، تبحث عن طريق الجنة أين هو، فتجمع الحسنات وتستكثر من الطاعات، وفعلا تجد في نفسك وروحك سموا كأنها تطير إلى مقعدها في الجنة. تصفد الشياطين فيضعف أثرها الذي تسري فيه في العباد، تؤزهم نحو المعاصي والآثام وتدفعهم إلى الحرام ومعصية الله، كل ذلك يضعف. هذه التهيئة يا كرام عامل من عوامل تزكية النفوس للصائمين في رمضان. أريد أن أقول هذه الأمور مجتمعة تساعد على سمو الأرواح، على تزكية النفوس، وهو إذن مقصد من مقاصد الصيام في رمضان. سأسمعكم رعاكم الله جملة من كلام أهل العلم في بيان ارتباط الصيام بتزكية النفوس. يقول الإمام الكمال بن الهمام رحمه الله، يقول: إن الصوم يسكن النفس الأمارة بالسوء، يسكنها يعني يضعفها ويحاصرها، ويكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح. الفضول القدر الزائد يعني، ويكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج. ولذلك قيل، يقول عبارة جميلة الآن، يقول: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. من يعيد هذه الجملة الأخيرة؟ ها، يقول: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت النفس يعني جاعت كلها. كيف تجوع النفس وتشبع؟ تجوع النفس عندما تحرمها من الطعام والشراب، فإذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء. ايش يعني شبعت؟ يعني لن يبحث النظر عن شيء يشبعه، ولن يبحث السمع عن شيء يشبعه لأنه شبعان، ولن تبحث اليد ولا الأذن ولا اللسان ولا الفرج. إذا جاعت النفس شبعت الأعضاء. طيب العكس، إذا شبعت النفس جاعت الأعضاء، فبدأت العين تبحث عما يشبعها، والأذن تبحث عما يشبعها، والفرج يبحث عما يشبعه، وهكذا. هذا ارتباط عجيب يا أحبة، يقوله أهل العلم منذ وقت مبكر. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: اتفقوا أن المراد بالصيام، يعني في النصوص الشرعية، اتفقوا أن المراد بالصيام صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا، وذلك متحقق بالصوم، فإذا أضيف إليه القيام والقرآن تضاعفت تزكية النفوس. يا كرام، يقول الحافظ: اتفقوا أن المراد بالصيام صيام من سلم صيامه من المعاصي قولا وفعلا. الآن إذا هو يتكلم عن الصوم فقط وأنه متى سلم من المعاصي حصل تزكية النفوس، فكيف إذا أضفنا إلى الصيام ما ذكرناه في مجلس البارحة، العبادات المصاحبة للصيام في رمضان، القرآن، القيام، الجود والعطاء. هذه يا أحبة والله ترفرف بروحك في علياء تزكية النفوس، وتسمو بك إلى عرش التقوى، وتجعلك من العباد الذين يستمتعون بالصيام إذا صاموا، يتلذذون بالجوع والعطش إذا جاعوا وعطشوا، يشعرون أن في الصوم لذة ومتعة هي والله أمتع ألف مرة من ألوان الموائد التي تمد وفيها أصناف الطعام والشراب. جوع الصائم له لذة أعظم من لذات المآكل والمشارب.
جوع الصائم وشعوره أنه يتقرب إلى الله بصومه وخلوف فمه الذي ربما آذى من بجواره، لكن يشعر أن له متعة والله لا تساوي متعة أولئك الذين يأكلون ويشربون ليل نهار ويستمتعون بالمطاعم والمشارب من حلال كانت أو من حرام. متعة الصائم أبلغ وأكبر وأعجب، هذه المتعة لا يعرفها إلا من عاش في الصيام معنى التقوى وتزكية النفوس. أيضا في الحديث الذي أخرجه الأئمة وأصحاب السنن وصححه الألباني في صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. حديث أخرجه أحمد وابن ماجه بسند جيد. إذن يوجد من الصائمين من ليس له من صيامه في الحظ والنصيب والأجر والثواب إلا أنه جاع وعطش، هذا متى؟ كما كررناه أكثر من ليلة، إذا استغرق الصائم في صيام الظاهر وأهمل باطنه، إذا أمسك عن الطعام والشراب، صحيح ما أكل ولا شرب والنهار طويل والجو حار، وصحيح أنه جاع حتى تفتقت معدته وعطش حتى تقطع جوفه، لكن في النهاية ليس له من صيامه حظ إلا الجوع والعطش. إذن أين سمو النفس؟ هو الذي أهمله. أين التقوى؟ هو الذي أعرض عنها. هذا تعرف متى يكون؟ تعرف متى يكون؟ إذا صام بطنه وفرجه ولم يصم قلبه، إذا لم ينجح في صيام قلبه ويجعل صوم قلبه مع صوم بدنه وجوارحه على السواء. ولذلك قال القائل: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. الاقتصار على هذا المعنى ليس محققا لك غرض الصيام. في الحديث أيضا سنفهم قوله عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. رمضان إنما أصبح بوابة للغفران ومحطة لتكفير السيئات من أجل هذا المعنى العظيم، أي معنى أن الصائم يجاهد نفسه في البعد عن الحرام. لما يصوم رمضان حصل جرعة من التقوى تكفيه إلى رمضان القادم لا يقع في كبيرة. أرأيت؟ رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذن حصل في 30 يوما من رمضان جرعة من التقوى، لن يكون معصوما، انتبه معي، لن يعيش عبد معصوما سالما من الذنوب والمعاصي، لكن أقل ذلك أن يحصل في حظه من التقوى على قدر يستطيع أن يعيش بها إلى رمضان القادم، يصون نفسه عن الكبائر، معه سلاحه، معه تقواه التي حصلها في رمضان بصومه 30 يوما من رمضان. نفهم إذن حديث ذكرناه في أول مجلس، حديث البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا المعنى الكبير الذي انطلقنا منه للحديث عن أن ليس كل صوم يجد به صاحبه أثر الصيام، بل ربما كان بعض الصوم وعدمه سواء، فليس لله حاجة. كأنك تقول صومه وفطره سواء، ونبهنا على أن هذا الصوم مجزئ شرعا وتبرأ به الذمة ولا يطالب بقضاء، لكن لا والله ليس هو الصيام الذي يحقق أثره في قلوب العباد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا المعنى العجيب، يقول: قال بعض السلف، وانتبه معي، يقول: أهون الصوم ترك الطعام والشراب. إيش تفهم من هذا؟ يعني الصوم هذا الذي يفعله عامة الناس في الأمة كلها، يقول هذا شيء هين، يقول أهون الصوم ترك الطعام والشراب. إذا كان هذا أهون الصوم فما أصعبه؟ أي والله، صوم القلب، سمو النفس، مجاهدتها، تزكية النفوس للصائم وهو صائم، هذا الصعب. يقول رضي الله عنه، يقول: قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
هذه أخي عبارات مضيئة مشرقة نطقت بها أفواه السلف لأنهم عاشوا حقيقة معنى الصيام الذي أدوه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتربوا على يديه على معاني الصيام العظيمة ومقاصده الكبرى. تحقيق الصيام بهذا المعاني والله هو الذي يثمر في القلب سمواً وراحة وأنساً وسعادة. هذا المعنى الذي يقول فيه أهون الصوم ترك الطعام والشراب. فسبحان الله، اليوم كم سنقول لأنفسنا ولكثيرين من حولنا إذا ظن أنه قد صنع شيئا عظيما لما تحمل صيام يوم حار وتحمل الجوع، أو ربما صام ذاك اليوم ولم يتسحر ليلة البارحة فوجد أنه قد جاهد جهادا عظيما حتى استطاع أن يصل إلى المغرب وهو صائم عن الطعام والشراب. مثل هذا قل له هون عليك، أهون الصوم ترك الطعام والشراب، لأنه والله الأصعب منه أن تحجب بصرك عن الحرام ولسانك عن كذب وغيبة ونميمة وزور وبهتان. يا أخي، كان بعض السلف يرون أن الصيام إذا تلطخ بشيء من تلك المعاني فإن الصوم قد تهتكت حرمته وذهب أثره. يقول مجاهد بن جبر الإمام المكي رحمه الله التابعي المفسر الكبير، يقول: خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب. هل يقول مجاهد أن من اغتاب وهو صائم فقد أفطر عليه القضاء، وأن من كذب وهو صائم فقد ذهب صومه؟ يقول: خصلتان تفسدان الصيام، الغيبة والكذب. إيش يقصد بإفساد الصيام هنا؟ إفساد أثره، إفساد متعته، إفساد حلاوته، ما يستطيع أن يستمتع بصيامه وقد اغتاب ولو قال إنه صائم. أهون الصوم ترك الطعام والشراب. يقول سفيان الثوري أيضا رحمه الله: الغيبة تفسد الصوم. ولا يعرف في أقوال السلف إيجاب القضاء على مثل ذلك، لكن عبارات لها ثقلها في ميزان الشريعة لما تعرف أقدار هؤلاء العلماء، ويتكلمون عن أن هذه الأمور تذهب أثر الصوم وتحرم الصائم من متعة صومه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في عبارة لطيفة علق عليها الحافظ ابن رجب تعليقا لطيفا أيضا، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. يقول: إذا اغتبت أنت صائم كأنما أحدثت في صيامك خرقا، فإذا أردت أن تسد هذا الخرق وترقعه فعليك بالاستغفار. يقول رضي الله عنه: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. طيب، واللي ما يجيء بصوم مرقع سيكون صيامه مخرق، أي إذا ما رقعه سيأتي مخرقا. كأنه يقول: انتبه، أقل شيء أقل شيء إذا وقعت في شيء من الصيام فرقعه. يقول: فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل. يقول ابن رجب: يا أخي، هذا كلام صحابي. والحافظ ابن رجب في القرن الثامن الهجري، اسمع ماذا يقول وتأسى لحالنا والله وماذا عسانا أن نقول. يقول الحافظ ابن رجب تعليقا على أثر أبي هريرة، يقول: فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع وعمل صالح له شافع، كم نخرق صيامنا بسهام الكلام ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع. يعني أصبح صيامنا مخرقا بدرجة أنه أصبح أوسع من أن ترقعه من كثرة ما خرقناه بالتساهل في الذنوب. يا أخي، هذه أئمة السلف تقول هذا الكلام، فماذا عسانا أن نقول نحن؟ ما نريد أن نقول شيئا، نريد أن نستوعب هذا المعنى. كان السلف يعيشون قلوبا حية، كانوا ينظرون إلى الصيام أنه ليس إمساكا عن الطعام والشراب، كانوا يعيشون هذا المعنى، يذكرونه، يتوارثونه، ينصون عليه في كلامهم. يقول رحمه الله: والمقصود أن من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة ويترك زينة الدنيا. كلام عليه نور من النبوة، وتشعر أنهم استوعبوا مقاصد الشريعة فتحدثت به ألسنتهم وجرت على أفواههم. يا أحبة، الحديث عن هذا المعنى يطول في تحقيق تزكية النفوس، لكن عمدا استرسلت فيه لعلاقته الوثيقة بما تحدثنا عنه في مقاصد الصوم أمس من مقصد التقوى. هنا والله يجب أن نتواصى يا كرام، فإن شياطين الإنس قبل شياطين الجن يحرصون أشد الحرص
على إفساد أثر الصيام في حياة الصائمين في الأمة كل عام، وترى من الجهود المبذولة والجنود المجندة التي تصرف جهود الإعلام والشارع والأسواق والعبث بمتعة هذا الشهر وروحانيته وكرمه وهباته ونفحاته، يصوم الصائمون ويقومون الليل ويقرؤون القرآن، يجمعون رصيدا كبيرا مما يرقق القلوب ويزكي النفوس، لكنها سرعان ما تذهب سدى وتتبخر هباء منثورا بفعل مفسدات التقوى التي تحدثنا عنها أمس. والله إن تلطيخ الأبصار والأسماع ووقوع ألسنتنا في شيء من تلك المزالق هو الذي يحرق أثر الصيام أولا بأول، فيأتي علينا اليوم واليومان والأسبوع والأسبوعان وينقضي الشهر بأكمله، نشعر أننا استمتعنا صمنا، لكن ما نجد أثرا مستمرا باقيا بعد الصيام إلا من رحم الله. وبعضنا إذا استمتع برمضان ووجد أثره وجاهد نفسه يجد أثر ذلك أعجب. ولهذا فإن المعتكف في العشر الأواخر من رمضان يجد هذا الأثر أكثر من غيره. تدري لما؟ لأنه انعزل، ابتعد عن المؤثرات وبقي في بيت الله، فإنه وإن أخطأ وإن أذنب وإن زل وإن وقع في شيء من الذنوب لكنه أقل بكثير من ذاك الذي لا يزال يتردد على الأسواق والبيت والشاشات والمواقع والقنوات، فيحافظ على رصيده من التقوى أكثر من ذاك الذي لا يزال يطلق بصره وسمعه ولسانه. المقصود يا أحبة تزكية النفس واحدة من الأهداف التي يسعى الصائمون إليها في رمضان، فلا يكون قصر اجتهادنا على انحباس الطعام والشراب، ولا تنسى فذاك أهون الصيام. هذا يقدر عليه حتى الصبيان، صبياننا الصغار نستطيع أن نربيهم على الصيام بمعنى ترك الطعام والشراب. فأين صومنا أيها العقلاء، أيها الحريصون على الخير، أيها الراغبون في السمو بالصيام إلى الدرجات العلى من التقوى وتزكية النفوس؟ هذا قدر نقف عندها. أختم به عبارة الإمام الغزالي يقول: الصوم ثلاث درجات، وذكر كلاما محصله. الصوم ثلاث درجات: صوم يكثر وقوع المسلمين الصائمين فيه، قال: وهو صوم كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. الدرجة الأعلى منه يقول: صوم كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. هذه الدرجة الثانية. إذا ما الدرجة الثالثة الأعلى؟ قال الأعلى: قال: صوم القلب عن الهمم الدنية وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية، ليس يقوم بالقلب إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة ما يتعلق بالعناية بتزكية النفوس بالصوم في رمضان، ونحن بحاجة إلى استشعار هذا المعنى وقصده على الدوام. أسأل الله جلت قدرته أن يبلغنا وإياكم بركات هذا الشهر الفضيل، ونجعلنا وإياكم فيه من الصائمين القائمين المستمتعين ببركاته وروحانيته وهباته. نكمل في مجلس الغد ما تبقى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.